شلونكم؟ ان شاء الله تكونون بخير، صحة وعافية يا ربي. رمضان يعاد عليكم بالخير والعافية. وهسه الايام الاخيرة من رمضان، يعني بعد 5 ايام يجينا العيد ويهلا علينا هلال العيد يا ربي. عيد مبارك مقدما عليكم وعلينا. واليوم رايحين اني والبنات نروح نشتري ملابس العيد، ولان وليد هالمرة اول مرة وليد مو ويانا فشغل، فما يقدر وليد ياخذ اجازة وما يقدر يعني يجي ويانا، فاني رايحة انا وياهم. يوم سبت عطلة فما اخذتهم، ماكو مدرسة فما اخذتهم ورايحين. فناخذكم جولة وياني اخو، يعني رايحين بفرانكفورت، يعني ذاك المحلات احنا دائما نشتري من عندها حلوة مرتبة. فاخو يعني من جولتنا وياكم حلوة ممتعة. هلا يا دلوبة، هلا اصدقائي، شلونكم؟ ورودة جوري، هلا شلونكم؟ وهي تصورنا ورا الكواليس. وهسه نزلنا من القطار، احنا صورنا لكم القطار، يعني ذيك مره صورنا القطار واحنا هنا حاليا بالسنتر، والجو حلو يعني مشمس. هو الشيء حنروح المحل الجيدي لنشوفون البنات احذيه ناخذ لهم، وبعدين نروح ناخذ لنا برا المحلات الباقية. هاي هنا بابرات شاحنة من سامسونج نجيب له. راح نشوف أول شيء أحذية للبنات هنا قسم البناتي فوق. هسه نشوف البنات إيش عاجبهم أحذية. وهاي جوري فاطرة الوحيدة من عندنا اشترينا لها هاي الأحذية الحلوة. جوري ابقي هنا اوكي، اوكي واحنا بنبر. حلوة حلوة الوانهم مال تراك سوداتهم. هيا زينب وايد هو بعمر جوري، راح اشوف لها اكو هذا واكو لا الثاني طلبته. اي هو اذا يشوف ياها وقياسها كلش حلوات عجبني موديلها الجديد شغلاتها حلوة. هذا الموديل الحديث الجوري كلش حلو عجب الجوري وارد. هذا هم يعني الموديل الجديد هم كلش حلو. هاي الاجواء الحلوة. طبعا رايحين رحنا المحل مال تكرمون الاحذية بس ما نلقي القياسات، بس اكو محل ثاني ثالث العفو فرايحين له بلكت نلقي القياس اللي يريدوه، لان هن محددات المونديل. اكو والله هواي موديلات حلوة ما رايدين اللي يعجبهم. اجواء فرانكفورت كلش حلوة، مدينة المولات يعني كلش بيها هواي مولات. يرقص من الاسنان راح نوته. يلا وهاي اني هاي زينوبة. البنات دي يشوفون المذيع يريدوا زوايات. شوفي هاي هنا موديلات انا موديلات البنات كلش حلوة. ظلنا بحايرة. هاي هم هنا كلش حلوة. شوفوا هاي هنا
حلوات والله، حتى الألوان حلوة. نعم. بعد قد كان اكو 38 بس نسينا نجيبه. يعني ورده راحت قصدها راحت الغير محل تشوف بعد اكو احلى، بعدين ما لقيت رجعت على المحل الثاني وهذا قياس 39 بس هو قالبه يعني قصير مو شرط يعني الا 38 بس هو زين ما يطلع ومريح. نعم. انت شنو ما انت غير تحسين؟ يعني ضيق يعني مو ما عليك انت بالرقم، مجرد هو قالب نفس ذاك اللي عندك. والله كلش حلو والله، عاش ذوقك العافية. وهسه راح ندخل البيشكا، البنات اللي يجون من عنده دا يشوفون الملابس، وهاي كل وقتنا بالأحذية يكرمون، وإلا هذا اللي يعجبها وذيك اللي ما يعجبها. صعبة ويا البنات مو سهلة، عنده بنات أم البنات صعبة ولي علينا جماعة البنات. اليوم الجو يخبر يعني صدق. دخلنا البيشكا وراح نشوف، حلو هالسنة الألوان كلها ألوان صيفية، ألوان فسفورية كلش حلو، ستايلاتهم تخبر خاصة البنات يعني كلش حلوة أمورهم. هذا النوبة، هذا نريده بس ما في قياس، هذا اكبر قياس. يا مخلصين يلا نشوف. هاي بهاي الالوان بس عدتك بيجي. هذا حلو زينب بس مت هذا اللون. هاي السترة حلوة، ازدحام كلش بحيث السرة اللي يقدرون بي الالبسة ماكو هيجي اللي هناك سرة، هذا كله سرة. شغلاته حلوة طبعا. هذا المحل جينا شغلاته فساتينه كلش حلوة، هذا يخبل كلش حلو، حتى لونه حلو شوفوا شغلاته حلوة الوان حلوة. تعي منا وارد هاي هنا الوان بضعت عينا بضع الزارة. التيشيرتات كلش حلوة، وهذا هم يعني نقشة، اكو هاي حلوة واكو هاي بس اعتقد حاخذ هذا، هذا قياس ام، هذا حلو الوان الصيف. طبعا هنا جينا قسم الاطفال يعني بعمر جوري وبعمر ورودة. ورودة هاي التيشيرتات حلوة تبعهم ها ما عجبك؟ اوكي يلا خلينا ندور. تعال هناك هذا حلو البنفسجي وارد. لعد هنا عجبك شوفي ذي شغلات حلوة، شغلات حلوة حلو. شوفوا هاي الالوان بعد الالوان جت حلوة مال البنات، تخبل تخبل شلون الوان حلوة جنن. يلا شوفوا خلينا نشوف ونختار ونشوف وين وشنو اللي يعجبهم، بس انتو شوفوا الالوان الحلوة. هذا الفستان كلش حلو، الخامة مالته تخبل يعني بالصيف حلو، خامته كلش حلوة. طبعا هسه دخلنا السيفورا، نشوف شغلات نشوفهم ما عندهم. اوكي هيا ممكن تزمين الكاميرا لان انا داش ماما تعالي ناخذ السلعه
خبر رهيب يعني كان عندي منه كلش طيب الأصفر. عرفت تخبر جرب الأصفر ما زينب الكحول وين اقلام الكحول بدا بيوتي دا اخذ رموش ناخذ او هاي او هاي بريشه هاي لو هاي لا هاي كلش طويله يعني تكون الوسط احسن هاي هاي رقم 7 7 هي تطلع يعني واخذت هاي الماركه الخدود والماركه المنفت بنفت اخذت الكحول اسود كلش حلو جربته بعيني ماي هسه هاي الرموش قررنا باخذ هاي خلاص بس هذا السم هنا اصدقائي حلوه طبعا هذا مال الاخدود هذا سعره 40 يورو والكحل همين هذني اخذتهم من ماركة ناس وين الرقم ندلع روحنا لازم هاي مكياجاتهم خبل وكل شيء ماركة واصلي طبعا كلش صح غاليات طبعا هاي سان لوران اساس مالتهم رهيب رهيب أنا أقنعة كريمات سيرومات أطورات يعني قسم هاي هنا أنا غسولة مال جسم هاي هنا الماركة هاي تخبر رهيبة طبعا هذا العطر رهيب رهيب والهياوي وزينب هم شوف بعد شو تريد هي وورد يعني شغلات خلينا نشوف واني هم يعني محتاجة من عندك شغلة عجبتني ملكة ألقيها هذا بنطلون موديل جديد من زارة كلش حلو حلو هذا الموديل الاكسسوارات هنا كلش حلوة الأحزمة قلايد قد حلوة بداعة الفساتين تعال خلينا نشوف الألوان شو الموديل اللي منزلين انتظر السرة والسرة كلش طويل واقفة دا انتظر سوقنا من زارة شغلات كلش حلوة مثل ذيك المرة جيت لقيتها للمرة ماكو يعني خلصانة والقياسات همينة بننتظر على الكاسة هاي أمي ياتي كلها أخذوا ألوان فسفورية بس ما عليكم بالأزرق جويتي هذا عاني اللي هي القميص بس مو هاي الألوان بالعافية حبايب طبعا هسه طلعنا من زارة وحنروح هذا المحل اللي دخلنا له قبل زارة اللي شفتونه خذت بيه فستان الاخضر راح اخذ من عنده بنطرون لان ما لقيت بزارة فهو عجبني
عندهم فقط اذا القي بزارة بعد احد السن ما لقيت فراح اخذه هنا نرجع له، وانا مود نلحق على القطار لان ورانا فطور. ان شاء الله جولتنا عجبتكم تسويقية، وكان يوم حلو والجو حلو مشمس، والبنات هم شوية غيرة وجاو وتونسوا. طبعا فرانكفورت يوم السبت كلش حلوة، وجوري تاكل قدامنا واحنا جوعانين وتعبنا. هاي اول مرة نحس بالجوع، يعني مشينا هواي مو زنوبة، زنوبة جوعانة دول ماما عطشانة. يلا ده ننتظر الباص. تدرون احنا جينا لهانا من فرانكفورت لهانا، وعلى مود ما هل الاحد يتكرمون وما لقوا قياسهم، يعني قلت لهم من قالوا لا ماما عافية ويلا في الدورة، فش نسوي؟ يلا يوم الاثنين هم يروحون لغير المول ويشوفون ان شاء الله من ورا الدوام. اوكي رحنا همينا، اخذوا البنات 3 تيشيرتات تومي، اخذنا الجوري والورد والهياوي، والالوان مالتهم كلش حلوة العافية، لبسوهم بالهنا. مثل ما شفتوا نهاية الفيديو وجولتنا التسويقية، انا والبنات مع والله البنات تعبة مو تنمو تعبة رجلية، وجيني منا ماما وجبينا منا ماما، ويا ريت كملوا شغلاتهم، وان شاء الله يعني الفيديو مالتنا يعجبكم، وان شاء الله نقول عيد مبارك عليكم علينا، يا رب يتقبلنا عنا شهر رمضان دعانا وصيامنا وطاعتنا يا رب. لا تنسوا لنا من الاشتراك واللايك بالقناة على مود يوصلكم كل شيء جديد من عندنا. مع ألف سلامة، باي باي.